السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم خوتي وخواتاتي في قناة نهاية الأخشاب. إن شاء الله دائما بك يكون شي حاجة جديد، إن شاء الله كنشارككم وكنعطيكم معلومات، ودائما دائما كنقول لكم أن المعلومات كتجدد والمعلومات كتولي جديدة، والإنسان ما حدو هو زايد في الضمير وما حدو هو كيكتشف يعني حوايج جداد. ودائما أنا أي حاجة إما كندير لكم التذكير إما كنزيد عليهم الجديد، المهم كل مرة كتكون حاجة جديدة. حاليا الإخوان في هذا الفيديو كاين حاجة جديدة، هو الناس اللي باغي ذهبي ملكي، يعني هذاك النوع اللي كيتير الصفوريه والخضوريه، يعني كيطلع داك الذهبي اللي كتسمع بزاف ديال الناس يقول لك الا بغيت نجيب لك واحد الصباغه راه كدير مثلا 1200 درهم 300 درهم 400 درهم 220 درهم وكذا. انا في هذه الحلقه هذه جبت لك ذهبي واعر، هذا عاد كيجا جديد وراه عاد كيدخل للمغرب، الثمن ديالو الاخوان احسن ثمن ما غادي تلقاه في حتى شي بلاصه، دايره الاخوان 100 درهم 100 درهم الاخوان، ما غاليش بزاف على الشامبان ب 200 120 كيسميتو ب 25 درهم 20 درهم 15 درهم، راه الشامبان داير 85 درهم، هذا داير 100 درهم وذهبي ملكي، فرق كبير ما بين الشامبان، هذا فرق كبير. والذهبي الملكي الاخوان، الذهبي الملكي فيه ماركات وانت تقدر تشكل الماركه اللي بغيت، كل واحد كيختار اللون ديالو على حسب باش يلقى، يعني على حسب الطلامط اللي راه باغي، يعني كاين الالوان اللي كيجيو معاهم بعض الطلامط، كاين الالوان اللي ما كيجيوش بعض الطلامط، كيبقى على حسب الذوق. حنا غادي نقدم لكم هذا اللون، واللي كيعجبو هذا اللون يشارك معنا الفيديو، واللي بغاه مرحبا داير 100 درهم، اللي بغى يدخل عندي الواتساب النمره ديالي على واجهه القناه. ان شاء الله درك غادي نباشروا ندير لكم، غادي نحلوا القوطي، غادي ندير لكم تجربه نخلطوا مزيان تشوفوا كي داير اللون في المباشر، وندير لكم واحد التجربه على هذا الوجه. هذا داير بحال تاع التروادي، ولكن هذا مخدوم باليد الاخوان، هذا النقش ديال اليد، النقش ديال اليد راه عندها واحد اللمسه ديالها بوحدها على ديال الماكينه، يعني كيكون فيها واحد الروح انسانيه، يعني كتكون فيها واحد العرق ديال الانسان، كتكون العرق ديال اليد ديال الانسان، وباش انها باش هذه يتعلمها انه كيجيبوا خيطه، ماشي بحال الماكينه كيكون عندها واحد الامتياز، ولكن الامتياز ديالها بواحد الناحيه اخرى، والامتياز ديال الصالون اللي كيتخدم باليد واللي كيكون فيه العرق ديال الكتاف ديال الانسان، راه عاوتاني راه وخلقنا الانسان في احسن تقويم، يعني الانسان عاوتاني حتى الخدمه ديالو كتكون عندها واحد الروح ايجابيه اللي كتكون عندك في الدار، يعني اللي كتخدم شي صالون مخدوم باليد ومنقوش باليد راك كترتاح نفسيا، ماشي يعني بحال تاع الماكينه. فهمتوا الاخوان؟ الاخوان ما نكثرش عليكم الهضره، ان شاء الله درك نبداو باش نخلطوا اللون ديالنا، وغادي نقرب لكم باش تشوفوا في المباشر كيفاش كيطلع اللون. ودائما النصائح الاخوان ايه هو، ما تنساوش بالدعم ديالكم اللي كنقدروا نزيدوا، الناس اللي عندها معلومات اكثر بيا، راه اي واحد انا راه كنتعلم بالمشاهدين، وفي نفس الوقت انا كنحاول انني نجتهد باش انني نقدم لكم شي حاجه اللي زينه، ولكن راه بلا بيكم راه ما كنديروا حتى شي حاجه. يعني انسان عنده شي فكره يشارك معنا في التعليقات، يعني ايه هو الانسان ما يخرجناش الموضوع، يحاول اننا نبقى هضرنا في هذا الموضوع، وانا غادي نبقى نخلط ونعطيكم الشروحات اللي وصلنا لهم والفوائد اللي وصلنا لهم في هذه الصباغه هذه وبالبحث ديالنا ان شاء الله. يلا تبعوا الاخوان، ها انتم كما كتشوفوا في المشاهد ديال العين ديالكم، ها انتم غادي نحلوا الاخوان نباشروا في المعلومات وفي نفس الوقت نخلصوا. ها انتم اللون كي كيبان لكم، الالوان الذهبيه الاخوان، الذهبي الملكي كيتفرقوا، كاين اللي كيمشي كما قلت لكم الخضوريه، كاين اللي كيمشي للحموريه، كل واحد والذهبي اللي كيبغي. فهمتوا الاخوان؟ هو دائما حنا اللي كنركزوا عليها الاخوان هو ان يكون في ذاك الميطال، ذاك السمق كيلعب واحد الدور. الا كتلاحظوا هنا السمق، انا غادي نشرح لكم، لان بعض الناس كيشريوا من المنتجات ولكن هو ماشي يعني كما نقولوا ماشي اهل انه باش انه غادي يكتشف ذاك المنتج، يعني واش مزيان واش ماشي مزيان، يعني حنا بالتجربه ديالنا هي اللي كتخلينا اننا نعرفوا هذا المنتوج واش مزيان ولا ماشي مزيان. اول حاجه كاين اللي كيديروا فيه لاريزين بزاف، يعني الفيرني كيكثروه كيغلبوه على الروح ديال الصباغه، يعني هذا كيتسكن ديفو. علاش ديفو؟ لان ديك الشركه وشنو كدير لك؟ كدير لك باش انك تاخذ واحد الكميه كثيره. فهمتوا الاخوان؟ وانت بك تاخذ ديك الكميه كثيره انت خاسر في لافير. فهمتوا الاخوان؟ يعني بحال اللي كيتنصب عليك. انا بالمشاهده ديالي ودرك بي كنخلص، كتبان لي هذه الشركه ما فيهاش داك الشيء، ما فيهاش ديك القضيه، لان الا لاحظتوا بي 36 اللي كنا قدمناهم في حلقات اخرين، هذيك بي 36 فيها ديك الخدمه، يعني كتعطيك لها ريزين اكثر، ولكن فيها الذهبي كيعاونك باش يطلع لك الذهبي الملكي. حاليا كتشوفوا الا كتلاحظوا واحد القضيه ان هنايا الصباغه ثقيله،
ان الصباغه بك تكون ثقيله، انك يكون عندها امتيازات، هذه من جهه لان هذه تغرم لك وتعطيك واحد الكميه كثيره. الاخوان هذه لمن كتصبغ كتخدم كاع، هذه راه ديال الحديد اصلا الاصل ديالها. ثاني حاجه كتخدم للخشب، ثالث حاجه كتخدم للقبص، تزوق بها، تبنتر بها، اي حاجه تقدر تخدم بها الاخوان. بحال مثلا الناس اللي كيديروا عندهم شي لي ديكوراسيون في يعني في القابس وكذا، وكتنقم عليه غاليه ديك الذهبيه، ان واحد الكميه صغيره كيشريها ب 100 درهم 160 درهم 70 درهم، يعني كتنقم عليك غاليه بزاف. انا ننصحك ان دير هذه ثقيله. ها شوف شو الذهبي كيدير، يهضر يهضر، ها انت شوف، وعاطي الذهب نيشان، ماشي داك الذهب اللي كتعرفوا عليه تما ما والو. ها انت وشوف نديرو هنا، شوف هذه خشبه ما فيها لا صباغه لا والو لا حتى شي حاجه، ها انت كديرها شوف، يعني كيغلق عندك دو كوش، كيطلع لك ديك شي حاجه كتطلع لك واعره بلاصه. والاخوان اللون راه على حسب الشمس، هنا بحال اللي كانت الشو ديال الحموريه، ولكن راه لون واعره الاخوان. ها باش ديرها في بالك، احسن ذهبي راه دار، وان شاء الله غادي ندير لكم الشونتيو وغادي تشوفوا بعين الاخوان. اول حاجه هي اننا خلطنا، وها انتم ذهبي، ها انتم ذهبي واعره الاخوان، شوف راه بالمشاهده ديالكم هكذا دايره الاخوان، شي حاجه واعره وثقيل. ها انتم شوف، تقول لي راه ثقيله الاخوان، احسن ذهبي راه داير، هذا ديوها من عندي. ان شاء الله غادي ندير لكم تجربه على الوجوه، راني جبت لكم شي ثلاثه ديال الوجوه ولا اربعه، وغادي تشوفوا بعينيكم الاخوان. يلا تبعوا معايا، ها انتم كما كتشوفوا اللون ديالو، اللون ديالو ذهب نيشان. ها هو درناه لكم على هذا الموديل نتاع بوجه بوجه، وغادي نوريكم موديلات اخرين وباش تعرفوا، ونعطيكم انا الاقتراح ديالي، يعني انا الذوق ديالي كي داير وكل واحد الذوق ديالو. بحال مثلا هذا الموديل شوفوا راه جامعه واعر وعطى نظره واعره، غنشوفوا لكم بالجم. ها انتم حتى هذا الموديل راه زين، نشوفوا نمشيو عاوتاني الشانتيو اللي من بعده. كاين هاد الموديل الاخوان، هادو اغلبيه ديال الناس كيديروهم في الفيرني، هذا هو اللي كيقولوا له المقربص، وكل واحد كاين اللي يقول له فراش وغطا، كل واحد باش كيقول له. كاين ديال اليد، هذا ديال الماكينه، إيه هو كما كتلاحظوا الوجه ديالو شويه صغير. وها انتم على هاد الديسان، هذا ها انتم هادو راهم رخاص هاد الوجوه، يعني ما دايرينش شي ثمن غالي، يا يوصلوا ديك 120 درهم 100 من 100 درهم حتى 130 درهم اللمات، هادشي باش كيتخدموا هاد الموديل هذا، لان علاش فيهم البيرسوز رقاق وحتى العرض ديالهم رقاق. نمشيو الاخوان الموديل اللي من موراه، انتم الاخوان هذا موديل معروفين كيسميوهم 3D، ولكن هذا ماشي 3D، هذا مخدوم باليد على شكل 3D، يعني مقلد 3D، ولكن هادو مخدومين باليد، كيكون عندهم شويه ديال كما نقولوا شويه ديال الصومعه، فهمتوا الاخوان، لان علاش كيكونوا منقوشين باليد، هذا منقوش دوريجين باليد، يعني ما فيش شي حاجه زايده نتاع الماكينه ولا شي حاجه، ولا تقول مخرق بالماكينه ومكمل باليد، لا هذا كله هذا كله باليد. المهم هانتوما اللون شوفوا كيطلع عليه، لون واعر الاخوان. هاد الذهبيه الاخوان داير 100 درهم، داير 100 درهم للكيلو، هاد الاخر داير 100 درهم للكيلو الاخوان. المهم هاد اللون لون واعر، اللون تاع 2023، شي حاجه واعر. ها انتم وهاد الموديل هذا اللي بغاه كينقام لك خشب، هذيك جواه تاع خشب ما مسبوغ ما والو، ينقام لك فهاديك 300 درهم 320 درهم اللمات، هذا كما كتشوفوا فيها الاخوان 320 درهم 300 درهم هكذا، خشب ما مسبوغ ما والو، الصباغه ديالو كيطيح لك فهاديك الجوايه نتاع 450 درهم، يقدر يوصل لك على حسب الفينيسو على حسب الكاليتي ديال الصباغه، يقدر يوصل لك حتى 500 درهم، فهمتوا الاخوان. ها انتم نمشيو لكم الموديل اللي من موراه، كاين هذا الموديل هذا معروف ديالنا، هذا هو يعني بالابتكار ديالنا، يعني موديل كيبقى ديالنا نتاع دهانات الاخشاب احمد. ها انتم وطبقنا عليه عاوتاني حتى هو هذا اللون الذهبي الجديد، كما قلت لكم الاخوان اللي يبغاه داير 100 درهم، فهمتوا الاخوان داير 100 درهم. ها انتم واللي بغى يتواصل معايا النمره ديالي راه على واجهات القناه، لا على التيك توك ولا على اليوتيوب. ها انتم الاخوان.
المهم كنقدم لكم شي حاجه واعره الاخوان. ومن ناحيه الناس اللي كاينين في اوروبا وبغاو انهم ياخذوا السلعه منا بالمغرب، احسن حاجه انك تدي الوجوهه وتخدم الكركاس بوحدك. وفاش غادي تستافد؟ غادي تستافد ان الوجوهه غادي نقاموا لك رخاص وكتنقص عليك الكركاس، وفي نفس الوقت الترانسبور كيجيك رخيص بك تدي الوجوهه، راه ماشي هي كتدي السداري، فهمتوا الاخوان؟ راك تقدر تدي 20 بحال مثلا ديتي 10 متر نتاع السدادر غادي يحسبوا لك الثمن بحال اللي ديت 100 متر ديال الوجوهه، فهمتوا الاخوان؟ يعني كاين واحد الفرق كبير. يعني الناس اللي بغات نبغات تتجر في اوروبا، انا ننصحهم يديو الوجوهه ويخدموا الكركاس لراسهم، واحسن حاجه انك تديه مسبوق. يلا الاخوان، انا هذا الفيديو هذا المقصود ديالو هو اننا نوريكم هذا الذهبي الملكي الجديد 2023 اللي بغى يغير المنظر ديال الصالون ديالو او يجدد الصالون ديالو، ان هذا الموديل راه زين، وهذا الصباغه راه ذهبي ملكي، يعني هذا ذهبي رويال الا هضرت عليه رويال. وكل واحد والذوق ديالو، كاين اللي كيبغي بحال هذاك الذهبي الملكي اللي كندير انا، وكاين اللي كيبغي هذا مشعشع، هذا خارج مشعشع. الاخوان غادي نعرضهم عليكم كاملين باش تشوفوهم يعني خطره واحده. يلا تبعوا معنا. السلام عليكم الاخوان، هانتوما اللون هانتوما شفتو كيطلع، يعني لون واعر، وكما العاده التذكير داير 100 درهم للكيلو، وهراني دركي نوريت لكم الوجوهه يعني باش تشوفوهم وديروا مقارنه وتشوفوا اللي عجبكم. يلا الاخوان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يلا السلام عليكم، اللي بغى شي حاجه الاخوان مرحبا به، النمره ديالي راها على واجهه القناه. يلا السلام عليكم.